والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فيكم في سلسلة ماينكرافت جزيرة السماء. جزيرة السماء آخر شي سميتها. اليوم أنا بختم فيها الجزيرة الصراحة، ما بكمل الجزيرة أكثر، بس بسوي شيء واحد، المكتبة ونهاية للجزيرة الأساسية. عندي أفكار يا سيغلي، خرب بيته، سوينا خبصة تحت طرف الموضوع هذا على فكرة. ممكن بسوي حوض لابا احسن، بس الحين هالحلقة بسوي واللي هي اخر حلقة بالنسبة للجزيرة نفسها، يمكن اكملها بعدين، بس عندي افكار ثانية بسويها وبنجمعها على الجزيرة. يعني مش لحظة، ابا البريك هذا وود بلانكس، هذا بسوي منه مكتبة ما تكون كبيرة وايد، طاولتين. اوكي يا حمار، كم يا حمار. زين، ما اعرف ليش احس اني سبيته، مع انه هو حمار يعني. قم يا حمار، شكلي بذبحه انا اليوم، ما بذبحه. قم يا حمار. ما يفهم اللغة الإنسانية. باب المكتبة لازم يكون فخم وسكر عشان الحمار ما يدخل. كم من قدامي؟ زين، روم احط هذا فوقه، هي نايس، بس مش اوكي، لا مش نايس، لازم ما يكون الزجاج زاوية المبنى، الزجاج زاوية المبنى لازم اخلص بسرعة قبل لا يجي الحمار. متي يا حمار، يا حمار ما تقيش. زين، بسوي المكتبة لو سمحت يا شير. زين، ابى اسوي مكتبة، بس المكتبة بما ان هذا الديزاين كنت افكر نستعمل البامبكن ده، كان عندي هنا في شنطة صح؟ لا ما عندي. هبقى استعمل البامبكن على اساس انور المكتبة. بس اظني ما تنور، هاي شكله هو هذا، هو كان افضل شيء نحن عندنا. بتشوف اذا بينور من ورا الرفوف ولا ما بينور، لان عندي بحط مكتبة الحين. زين، المكتبة رفوف كتب بكل بساطة. زين، سقف كامل زجاج بسويه، رفوف كتب كاملة. اوكي، وبنحطي طاولات عبارة عن جذع، ايوه هذا شكله فنان. زين، طاولتين بس يكفون حتى. والكرسي عبارة عن هذا حاليا، نوايد امور ابغى اغيرها انا بعدين. اتصور ان هذا يعني نقدر نقول كرسي، مش كرسي صراحة، انا ما اعتبره كرسي صراحة، هذا الحق، هذا لا يعتبر كرسي. بس المكتبة لازم تكون
منورة زين، فوق انها منورة زين هادية. طبعا ما في هدوء مع الصوات اللي هنا، لو انا ادرس هنا كنت ضربتهم كلهم، ما يخلون واحد يدرس، ما يخلون واحد يسوي اي شيء، انا مش قادر اركز من اصواتهم. ابغى اسوي سجن زومبي، والله خطر على بالي سجن زومبي، ما بنهي الحلقة بسوي سجن زومبي تحت الجزيرة، بعد بسوي الدراية اللي تحت، بسوي غرفة سجن، بسوي غرفة سجن. هي هاي المكتبة، طبعا المكتبة لازم تكون انارتها بفوق الممتاز. لازم تكون منورة زين. سكر الباب، منظر جميل، السماء السماء الجميلة. ثلاث صوب الثاني، شو وضعت؟ اثنين، واحد، اثنين، ثلاث. هاي المكتبة، هذه المكتبة والله زينة ترى على فكرة، حتى اللي من برا يشوف رفوف الكتب قموي من زين، ويروم يدخل المكتبة هني ياخذ الكتاب. مطر، سير سير اشرد داخل، شرد سير، روح المكتبة، روح ادرس، بس فالحين تزعجوني ببيتي، بس اهم شيء عندهم مكان يسكنونه، اهم شيء تستانس وشي مطر. زين الحين نحن بنجهز هذا المكان حق منو؟ حق الزومبي، بما معناه ان المكان هذا راح يكون في مكان تحت. زين غرفتي دايموند ولا ما اعرف شيء قوي، الزومبي ما يروم يشرد منه، وبنسوي سجن للزومبي. هذه الدارك سايد ولا هذه الناحيه السوداء من اهل الجزيره، انهم صاروا بعيد عن الزومبيز والحين قاموا يسجنون الزومبيز. كل حد له ناحيه سلبيه صح؟ ما في وراء قضبان الحديد الزومبي، بسوي مكان ابيض كانه مستشفى، كانهم يسوون عليه تجارب على الزومبيز، يدورون علاج للزومبيز ويدورون هاي الامور. شوف الحين بنرتب الجزيره من تحت، الحلقه القادمه ان شاء الله بنسوي الموضوع الزومبيز. تعال تعال تعال، اسمع صوت انا شريرة، شو السالفة؟ ايوه اسمع صوت شرير مرة ثانية، خلنا نشوف مين الشرير عندنا. مين الشرير هني؟ ايه هذا الخايس، هذا برع. الحين اضحك خايس، سوي سجن حق اشكالك الحين، تريا سوي سجن 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 سجن، يعني نسوي لهم سجن، وسجن كئيب مش اي سجن، سجن يقرف سوي لهم، ما بخليهم يستانسوا. انا وين قاعد اسوي هنا؟ لحظة، انا وين قاعد اسوي؟ وين قاعد اسوي؟ امسح 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 امسح، ايوه سكر سكر على الجزيرة من تحت كامل، خلي الفضايح ما تبين، خلي شوي شكل الجزيرة يعتدل. لا، بعد المكتبة استوى عندهم علم، وراء المكتبة
يسوون علم على الزومبي الحين اهل الجزيره، فلي لا يغركم اشكالهم طيبين، وها هاي يصيدون زومبي ترى من الحين اقول لكم، يصيدون الزومبي وش اسمه ويجربون عليهم يسوون تجارب. اوه بلاوي بعد، مشكلة يوم واحد تحت ما يعرف قاعد يسكر صح ولا غلط اصلا. لازم مكان سري في الجزيرة، لازم مكان سري. خلنا نسكر. سوي له مكان عجيب غريب. تعال نسكر نسوي. هذا هو الكلام، تبون زومبيز تبون تيون حياكم السجن. ما تيون عندنا. المهم انا ما بطول عليكم الحلقة هاي، ان عجبتكم الحلقة سووا لها لايك سبسكرايب وشير. بخلي الحلقة هاي قصيرة شوي وانا بسكرها من تحت وبييكم بسيهم بعض ان شاء الله في الحلقة يا سجن الزومبي، واشوفكم ان شاء الله في حلقة ثانية على خير.